نشرت روجينا الفيديو ده هو الجمعة 9/4/2021 وهي بتتعرض للغرق في النيل أثناء تصوير مشهد من المسلسل بتاع بنت السلطان اللي هي بتقوم ببطولته، والحمد لله نجيت من الغرق. وكتبت عليه أيمن سلامة وأحمد شفيق: هو أنتوا إيه، ما عندكمش إخوات بنات، هتعملوا فيا إيه تاني؟ ولدت الفنانة الجميلة روجينا في 24 سبتمبر عام 73 بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية. وتزوجت الفنان أشرف زكي وأنجب ابنتيهما مايا ومريم. الاتنين يبدأوا بحرف الميم. هنا وهما في فرحهم أشرف زكي وروجينا. هنا مع مايا وماريا. ده بنتين بس. صور عائلية جميلة. ولد الفنان أشرف زكي في 29 ديسمبر من عام 60 وهو شقيق الفنانة ماجدة زكي. تم تعيينه مساعد لوزير الإعلام في عام 2010، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية لفترة حتى استقال منها في أحداث ثورة 25 يناير مع بنته. وسبق للفنان روجينا أشرف زكي أن انفصل ثم عاد لبعضهما في احتفال عائلي كانت ابنتهما مايا واحدة من حضوره. وكشف نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي أن علاقته بزوجته الفنانة روجينا مرت في فترة من الفترات بكفاءة أدى إلى انفصالهم بشكل مؤقت لعدة أشهر، لكن تم الصلح بينهما بفضل جهوده هو وحماته. وأكد في حواره مع برنامج ساعة صفا أن ذلك الانفصال كان وراءه مغامرات. يا خبر، ناس تحب المشاكل. بعض الأصدقاء والزملاء الحاقدين عليهما الذين كانوا يرغبون بشدة في حدوث الطلاق بينهم، وتحدث زكي مستفيضا في الحلقة عن قصة ارتباطه بروجينا، حيث أنها كانت في المعهد العالي للفنون المسرحية وأعجب بخلقها وجمالها من الوهلة الأولى، وأنه تمت خطبتهما في أحد الفنادق المتواضعة بحضور ألمع نجوم ونجمات الفترة الحالية مثل أحمد حلمي ومنى زكي وأحمد السقا، إلى جانب كبار المطربين مثل محمد منير ومدحت صالح وعلي الحجار وحسن الأسمر. أنا صور ليهم مع بعض. أما عن حفل الزفاف فأشار إلى أنه أقامه عقب اندلاع حرب العراق على الكويت في أوائل التسعينات من القرن الماضي، مضيفا أن أهل العدل هم من تكفلوا بجانب كبير من تكاليفه والترتيب له في أحد الفنادق الكبرى. وأفصح أشرف زكي للإعلامية صفاء أبو السعود أن شعوره بالانكسار الشديد لحظة وفاة والدته سيظل يلازمه طوال حياته، موضحا أنها كانت أعز شخص لقلبه وتتسم بالحنان والقسوة في ذات الوقت. ويرى شقيقته الكبرى الفنانة ماجدة زكي استمرارا لعطائها اللامحدود. ماجدة زكي وروجينا وأشرف زكي. احتفلت الفنانة المصرية روجينا بعيد ميلاد ابنتها الصغرى مريم، وشاركت جمهورها بصورة من الحفل. روجينا نشرت مجموعة صور لابنتها على حسابها الخاص على موقع انستجرام، وعلقت قائلة: 24 أبريل 2004، تاريخ مميز في عمري، يوم ما ربنا رزقنا بأحلى البنات مريم. وأضافت: كل سنة وانت طيبة وحنينة وشبه بعض في الطباع، كل الحاجات اللي بحبها بتحبيها، وعيد ميلادك بعد عيد ميلادي ب8 أيام. كل سنة وانت يا مريم أشطر وأحن البنات، عقبال مليون سنة وانت دايما في حضني حبيبتي الصغننة القمر.
نشرت الصور ديت لمريم بنتها وقالت يوم 24 أبريل ده يوم مميز هنا مع عمتها ماجدة زكي اللي هي أخت أشرف زكي، وأنا مع البالونات في البيت طبعا مفيش خروج عشان كورونا. ودي صور تانية ليهم مع بعض نشرتها روجينا هنا مع والدها أشرف زكي نقيب الممثلين. وكانت الفنانة المصرية روجينا قد احتفلت بعيد ميلادها في منزلها، ونظرا للإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اللي قعد الناس كلها في البيت. الفنان أشرف زكي زوج روجينا نشر صورة لها من حفل عيد ميلادها على حسابه الخاص على موقع انستجرام، وظهرت فيها وهي تحمل قالب تورته صغير وتمسك بمجموعه من البالونات الملونه. اشرف زكي وجه تهنئه رومانسيه لزوجته بقوله كل لحظه كل ثانيه وانت بخير، كل لحظه وانت حبيبتي وعشقي، رحله جميله مشوار عمر طويل وصعب، يا رب نفضل كده على طول اسعد زوجين عيد ميلاد سعيد. روجينا ردت على تهنئه زوجها بقولها وانت حبيبي وعمري كله ودايما في قلبي، وربنا يحفظك ليا انا والبنات، واحلى عيد ميلاد عشان مع بعض انا وانت والبنات ربنا يحفظنا. ودي الصورة اللي نشرها على حسابه على انستجرام روجينا ماسكة التورته، وهنشوف اسرار طلاقهم فترة ورجوعهم وكان ايه السبب اللي عمل كده. ماجدة زكي مولودة 25 نوفمبر 1962، ممثلة مصرية حاصلة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت مشوارها الفني بالتمثيل بالأدوار الصغيرة، ثم سرعان ما حققت نجاحا كبيرا في التلفزيون، ولكنها لم تحقق نفس النجاح في السينما. وقد أطلق الفنان كمال أبو غيا مفاجأة مدوية بعدما أعلن عن انفصاله عن زوجته الفنانة ماجدة زكي بعد زواج استمر لأكثر من 20 سنة. كمال أبو غيا وزوجته ماجدة زكي انفصلوا بعد 20 سنة جواز. الفنان كمال أبو غيا أنجب من ماجدة زكي 3 أولاد وهم أحمد وكمال وحبيبة. وقد ظهر الفنان المصري في واحدة من اللقطات مع ابنه كمال، هنا مع ابنه كمال، وعلق على الصورة عبر حسابه على الفيسبوك وقال مع ابني الأصغر، وبدأ كمال يشبه والده حسبما رأى الجمهور. هنا مع ابنته حبيبة تشبه ماجدة زكي شوية، ده كمال أبو رايا. وقد رفضت ماجدة الخوض في تفاصيل الطلاق مؤكدة أن حياتها الشخصية خط أحمر ليس من حق أي شخص أن يتجاوزه. ماجدة زكي أيضا أخت نقيب الفنانين المصريين الممثل أشرف زكي، عائلة فنية. ماجدة زكي مع شقيقها أشرف زكي اللي هو متجوز روجينا، هنا حضرت مناسبة للمرة الأولى وظهر فيها طليقة، هنا مع روجينا في حفل زفاف آخر أقيم قبل أشهر مع روجينا مرات أخوها. وقد فوجئ عدد كبير من جمهور روجينا بامتلاكها مطعما عندما نشرت عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة لها أمام شعاره الذي يحمل اسم طشة. وكتبت روجينا في تعليقها على صورة مطعمها المتواجد في أمريكانا بلازا بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، مطعم طشة عندنا أجمد ملوخية بالطشة، أمريكانا بلازا الشيخ زايد.